Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد، ودرس اليوم هيكون عن adjectives. Adjectives. Adjectives تعني الصفات. لكن قبل أن أبدأ درس اليوم أريد أن أنوه أن هناك كورس جديد من الصيف لكل من يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية بشكل مرتب ومرقم وبطريقة ممنهجة. هناك كورس جديد على قناة الثانية، اكتب فقط في اليوتيوب القناة الثانية مع مراد، ستظهر لك القناة الثانية، ثم ادخل على قائمة التشغيل، ستجد الدروس مرقبة ومرتبة. طيب، درس اليوم عن الصفات. الكثير من الناس عندهم صفات كثيرة في اللغة الإنجليزية لكن لا يعرفون كيف يستخدمونها، وكثير من الناس يخطئوا في هذا الموضوع بسبب تأثرهم باللغة العربية. المشكلة هنا أن الطالب باللغة العربية لا يلاحظ أنه عندما نتحدث نحن اللغة العربية ونستخدم الصفة، فنحن نضع الصفة بعد الاسم أو بعد الموصوف. فنحن نقول هو رجل طويل، هو رجل اسم، وصفته أنه طويل، وصفناه بأنه طويل، فوضعنا كلمة طويل بعد الرجل. امرأة جميلة، امرأة هي الاسم، وجميلة جاءت بعدها. في اللغة الإنجليزية هذا الموضوع يختلف تماما، فركز معي. أنا اليوم أخذت 10 صفات ووضعتها لكم، ونريد أن نتدرب كيف تضع الصفات أو تستخدم الصفات في اللغة الإنجليزية. الصفة يا سيدي في اللغة الإنجليزية تختلف عن اللغة العربية، فهي تأتي قبل الموصوف، يعني عكس ما كنا نقول رجل طويل tall man، يعني الرجل man وطويل tall. لا تستخدم نفس أسلوب اللغة العربية فتقول man tall، girl أو beautiful يعني woman. أنا مش متعود عليها، فلذلك لساني مش بيطاوعني. خلاص انت لو تعودت عليها هتصبح مثلي اوتوماتيكي بشكل لا ارادي، هتضع الصفة قبل الموصوف. واحد يقول عد لي الموضوع باختصار. باختصار الصفة باللغة الانجليزية وفي اللغة الانجليزية توضع قبل الاسم، توضع قبل الموصوف، وليس كما في اللغة العربية توضع بعد الاسم او بعد الموصوف. ولذلك سنقرأ هذه العشر الصفات. عندنا الادجكتيفز، adjectives يعني الصفات. عندنا الصفة تقريبا وعكسها، الكلمة الأولى pretty، ب ب ب اخرج هواء، ب pretty جميلة، نفس كلمة beautiful، beautiful ممكن تقول pretty أو beautiful. pretty عكسها ugly، ugly ugly قبيح أو قبيحة. pretty ugly، pretty ugly. وعندنا أيضا صفة huge، huge يعني أكبر من كلمة big، big كبير لكن huge ضخم، huge huge، ركز على الجيم في الأخير، huge huge يعني ضخم، ضخم واسع كبير جدا. أما عكسها tiny، ال huge كبير يعني ضخم واسع، وعكسه tiny اللي هي الصغير جدا يعني صغير جدا. عندنا stingy بخيل، stingy 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 يعني بخيل. generous 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 كريم وسخي، generous stingy generous. وعندنا كلمة kind، kind لطيف، لطيف. طبعا kind لها معنى آخر وهو بمعنى نوع، تسمعون في الأسئلة what kind ما نوع، لكن هنا كصفة، كصفة تستخدم لطيف، he is kind نقول هو لطيف. mean صراحة يمكن من أكثر الصفات السيئة اللي ممكن تستخدمها أو يعني توجهها لشخص. صحيح أن أيضا mean كفعل، كفعل تعني يعني، فلذلك تسمع what do you mean، what do you mean ماذا تعني، أو what is the meaning ما هو معنى. لكن هنا كصفة، كصفة معناتها حقير ودنيء، تمام، حقير ودنيء، تمام. فلذلك بعض الطلاب يقول هذا اللي يخربطني في الكلمات، إنه الكلمة لها أكثر من معنى. يا سيدي نفس اللغة العربية، لا تدخل في هذا الباب. اللغة العربية كلمات كثيرة لها
معنى كفعل كاسم كصفة، ونفس الطريقة اللغة الإنجليزية. إذا kind لطيف، mean حقير ودنيء، smart ذكي، smart fool أو stupid. يعني عندنا smart لها بديل، يعني ممكن تقول clever، وعندنا genius ولكن عبقري، fool stupid، يعني هذه أيضا طريقة أخرى. طيب نحن نريد أن نستخدم هذه الصفات بكل بساطة، كما يعني نبهتك وشرحت لك، ضعها قبل الاسم. يعني أنا أريد أن أشرح لك، أنت الآن عندك صفات، حفظت هذه الصفات وغيرها، تريد أن تستخدمها. معك طريقتين لاستخدام الصفات، معك طريقتين. إما أن تقول مثلا You are pretty، أنت تقول مثلا لواحدة أنت جميلة، You are pretty، You are pretty، أنت جميلة. استخدمنا الصفة pretty هنا، أنت جميلة. You are a pretty girl، You are a pretty girl، هنا اسم، هذا ناون اسم. جاءت الصفة وهذه adjective، هذه هي الصفة pretty، جاءت الصفة قبل الاسم. ركز كما أخبرتك أنه في اللغة العربية نضع الصفة بعدها، يعني لو أنت ترجمتها، وهذا ما يخطئ فيه كثير من الطلاب، نحن نقول You are girl pretty، فتاة جميلة، وهذا يخطئ فيه الكثير من الناس. فلذلك هذا الفيديو مهم جدا لك، وارسله لأي أحد يعز عليك، لأنه الخطأ هذا بسمعه بشكل كثير متأثرين بلغتهم العربية. You are a pretty girl. والذي يسألني طيب الآ هذه هي تبع ماذا؟ يعني أنت هنا لم تكتب الآ، You are pretty، معروف أن الصفة، هذه الصفات كلها لا نضع لا آ ولا آن ولا ذا، هذه الأدوات اللي يسموها أدوات التعريف أو أدوات النكرة. لكن هنا وضعتها بسبب وجود الاسم، لأن الآ والآن والذا توضع قبل الأسماء. واحد يقول طيب جميل، هل الآ هذه تتأثر بالاسم متى نضع آ وآن؟ هي إذا كان لا يوجد صفة فتتأثر بالحرف الأول من الاسم، إذا كان يوجد صفة فتتحول تتأثر بوجود الحرف الأول من الصفة، فهذه الحرف P a pretty girl مش موضوعنا، الآ والآن مش موضوعنا. طيب المثال الثاني It is huge، It is huge، وهنا أنت تقصد بالإت هذه وجدت يعني بيت، منزل، صخرة، أي شيء، فتقول واو It is huge، والإت تعود على الشيء الغير عاقل سواء حيوان أو جماد، أنت بتشوفه تقول واو It is huge، شفت مثلا كامل جمل، فتريد أن تقول أنه ضخم، It is huge، فالإت بدل ما تقول The camel is huge قلت It وتقصد بها أنت الجمل. وجدت صخرة أو حجرة أو بناية أو أي شيء، فبدل ما تقول The building البناية is huge، ممكن تقول It is huge. طيب تعال نستخدم huge قبل الاسم، كما أخبرتك It is a huge stone، إنها حجر ضخمة، حجر كبيرة ضخمة جدا، It is a huge stone. ايضا قد تصف شخص بانه لطيف فتقول he is kind، هو لطيف، لكن اذا استخدمناها مع اسم تاتي قبله وليس بعده، وهذا ما اخبرتكم فيه، انه كثير من الطلاب يقول هو رجل لطيف فيقول he is mankind، رجل لطيف، شوف متاثر باللغه العربيه، هذا ما اريد، لا اريدك ان تقع فيه. دائما عود نفسك تضع الصفه قبل الموصوف، هذا الموصوف اللي هو الاسم، فالصفة kind جاءت قبل الاسم، الصفة huge جاءت قبل الاسم، الصفة pretty جاءت قبل الاسم girl، فتقول he is a kind man، هو رجل لطيف. هذا درس اليوم بكل بساطة وهو أمر بسيط جدا، ولكن from now on من الآن وصاعدا أريدك أنك أنت كل ما تحصل على كلمة اسأل ما هذه الكلمة، فعرفت أنها صفة. يعني أخذت مثلا صفة، يعني مثلا magnificent أو مثلا marvelous أو مثلا صفة stubborn عنيد أو صفة مثلا shy خجول، هذه الصفات تريد أن تستخدمها، خلاص ممكن تستخدمها مع الفاعل you are, he is, she is, they are, محمد is, عبد الرحمن is, Jim is، وضع الصفة اللي هي shy, stubborn، تمام، أو إنك تضع هذه الصفات اللي ذكرناها قبل الاسم،
He is a stubborn student. إنه طالب عنيد. She is a shy woman. إنها امرأة خجولة. وهذا الحال. أريدك أن تكتب لي في التعليقات يعني مجموعة من الأمثلة على الصفات اللي أخذناها اليوم، سواء العشر هذه أو اللي ذكرتها في المونتاج. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. اضغط لايك إذا أعجبك الفيديو، شارك الفيديو مع غيرك. Good luck. حظاً وفقاً. أنسي سنوركم قريباً. مع سلامة الله. Hello everybody. How are you? I hope you are fine. ما زلنا في سلسلة نطق كل جميع حروف اللغة الإنجليزية. هذا الدرس أو هذه الدروس تتبع لسلسلة اسمها كورس المهارات. الذي يريد أن يعرف أين يجد كورس المهارات، إذا دخلت على قناتي اضغط أسفل الشاشة. ستجد في الأعلى ما يسمى قائمة تشغيل. من خلال قائمة التشغيل ستجد كورس خاص بالمهارات النطق. يعني أنا وضعت جميع حالات نطق الحرف A B و C و D وجميع الحروف. واليوم سندرس حرف الحرف H. طبعا ستجدها مرقمة 1 2 3. إذا دخلت إلى قائمة التشغيل كورس مهارات النطق من الأقدم إلى من الأقدم إلى الأحدث، يعني من الدرس رقم 1 إلى آخر درس، ستبدأ معك بالترتيب. في كورس أيضا خاص بالقواعد، من القواعد رقم 1 إلى القواعد التي في الأخير آخر شيء. يعني هذا الكورس ميزته أنه يدرسك جميع الدروس لكل مهارة من الصفر وحتى الاحتراف. حتى التحدث يوجد لها دروس في قوائم التشغيل. كورس مهارة القواعد، كورس مهارة الكتابة، كورس مهارة النطق، الكلمات، الجمل، الاستماع، يعني حتى أدربك كيف تستمع إلى الحروف، ثم الكلمات، ثم الجمل، ثم الأسئلة، ثم العبارات الطويلة، ثم القراءة، كيف تقرأ حرف، ثم تقرأ كلمة، ثم تقرأ قطعة، وهكذا. طبعا الذي يقول ما الفرق بين الكورس الذي أعلنت عنه في قناتك الثانية؟ في قناتي الثانية في كورس اسمه كورس 2021 أو الآن حاليا اسمه 2022. هذا لا يدمج جميع المهارات مثل دروس المعاهد، يعني كأنك تدرس في معهد. تبدأ تدرس من المستوى الأول الثاني، وهناك امتحانات، يعني كل واحد يختلف. يعني أنت قد تريد تدرس مهارة معينة فكورس المهارات له مفيد لك. أنت تريد أن تدرس لا كورس كامل، يعني كتابة وقراءة وتحدث واستماع وتنتقل من مستوى إلى مستوى، الكورس الذي في قناتي الثانية هيكون أنسب لك. خلونا نبدأ الدرس مباشرة، وهو حرف H. الحرف H أنا حددت له 1 2 3 4. ال H معروف في اللغة العربية أنه يعادله كما تعرفون هو الهاء. الهاء في اللغة العربية. فعندنا مثلا ها ها هات هات الحار هات، والقبعة هات هات قبعة هات 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 هات. الجائع هانجري هانجري هانجري. شخص اسمه ماهر ماهر ماهر. هابي هابي يعني ها مثل لها. هذه الحالة الأولى انتهينا منها. ننتقل إلى الـ H. الـ H إذا جاء بعد الـ W غالبا لا ينطق، يعني هو لا ينطق. يعني إذا أنت قرأت مثلا كلمة ماذا لن تقول what what واو ها، لا تستطيع أن تقرأها أصلا. يعني لو إحنا قرأ يعني وضعناها واو ها ثم ألف ثم what what مش هتجي معك. فالأفضل أنك أنت تشيلها فتصبح what، صح كده 100 100، وتعني ماذا. what what is your name what is your، واين where نفس القصه where where. اذا what what و where where، يعني كانه الاتش مش موجود. ومتى when when when. ولماذا why 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 واو بعدين يا why. لكن مثلا ركزوا في هذه الكلمة ينطق، يعني أنا صحيح أن أقول لا ينطق، لكن في مثلا مثل كلمة who who يعني من، who are you من أنت، who. هنا انعكست الآية، ال W اللي ما ينطق وال H ينطق، who ها ثم واو. هنا ينطق how ها
ثم واو، لأنه أي واو واو ينطق واو واحد، تصير هاو، كيف، اللي هاو ار يو. واحد يقول لا بالله أنا تخربط. الدبليو إذا جاء بعده اتش، الاتش ما ينطق إذا قبله دبليو، خلاص. وات وير وين واي. لكن في كلمات إذا جاء مثل كلمة هو من تنطق، هذا ينطق، وهذه هاو، هاو هو وهاو. هذه الحالة الثانية، انتهينا منها. الحالة الثالثة إنه إذا وجدت الـ O قبله H، قبل الـ OH، فإنه الـ H لا ينطق. يعني مثل كلمة hour، hour، two hours، ساعتين، one hour، ساعة واحدة. أو أمين، honest، 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 hour، honest، hour، honest، honor، honor، يعني لي الشرف أو الشرف، honor، honor، إذن our، honest، honor، كأن الـ H مش مكتوب فقط. الحالة الرابعة، هذه انتهينا منها. الحالة الرابعة TH ينطق إما ذا وإما ثاء، وهذه يعني لا يتفرق بينهم كثير، بس مع التكرار اللغة الإنجليزية وقراءتك لها تميز إنه هذا ذا وثاء. يعني هذا this، يعني ذال، this، 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 وذلك that، 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 وهؤلاء these، 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 وأولئك those، و that. طبعا عندنا أيضا كلمة think، هذه ثاء، هذا كله كان ذال، 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 لكن ينطق ثاء مثل think، thin، نحيف، تمام، thank you، شكرا. هذه الحالة الرابعة. إذا إما هو ينطق ها، ولا ينطق إذا جاء بعد الدبليو، ولا ينطق إذا جاء بعد قبل الأو، ينطق الأو هو لا ينطق، وإما ينطق ذا وإما ينطق ثاء. هذا جميع حالات نطق الحرف H. طبعا عندنا مثلا تدريب مثل هذه الكلمة، كيف تقرأها؟ هول، كما أخبرتك، شوف WH الدبليو لا ينطق، هول وتعني كامل يعني. طب هذه الكلمة أعطيك تدريب الآن، هوز، نعم الدبليو لا ينطق، هوز، هوز. طب هذه الكلمة اللي كتبناها أول، ثينك، ثينك. طيب وهذه الكلمة، ها أحسنت، ثري، ثري، ثري. وهذه الكلمة كيف تنطق؟ مرة ثانية أعيد، أحاول أقرأ معك، honest، شوف honest، أحسنت. طيب وهذه الكلمة كيف تقرأ؟ هذه الكلمة what، what، أحسنت. طيب وهذه الكلمة كيف تقرأها؟ كيف تقرأ هذه الكلمة؟ these، these، صحيح. طيب وهذه الكلمة كيف تقرأها؟ whose، whose. وهذه three، رقم ثلاثة، three. أتمنى يكون الفيديو فادكم. وهذه الكلمات كلها جميع حالات نطق الحرف H، ها لا ينطق إذا جاء بعد الدبليو، لا ينطق إذا جاء قبل الأو، يعني بعد الدبليو قبل الأو، وينطق ذا وإما ثاء، وهناك استثناءات دائما في أي قواعد في اللغة الإنجليزية. أتمنى يكون الفيديو فادكم، أتمنى تشاركوه مع غيركم، وأتمنى أنك أنت تلتحق بالكورس، لأنه فيه اختبارات، فيه مراجعات جميلة. يعني المهارات حلوة، إن أنت لو اشتغلت على نفسك في الكورس اللي هو كورس 2021-22، إذا عندك مشاكل في النطق ممكن كورس المهارات يفيدك ويدعمك، لأنه هيكون مرقم ومرتب بشكل يعني يفيد الجميع. Thank you very much، شكرا جزيلا لكم، good luck، حظا وفقا، أن see you soon، أراكم قريبا، مع سلامة الله.